يا معاذ رحب بكم هون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جمهورنا العزيز، اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج في المخزن. مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده ومع فيروز وصفروت وعنطور. دلوقتي يا روزا بقى نبدا ايه مع عايزين نروح نمثل المشهد. هنمثل المشهد دلوقتي. هنمثل المشهد. معقوله يلا بينا يا معاذ؟ يلا ابداوا. بس ثانيه، في حاجات ناقصه في المشهد. ايه؟ في يعني في بص يعني قول بس فكره المشهد. فكره المشهد ان انا وفيروز هنمسك بسمكه واحده واحنا بنصطاد. انا فريق السلطعون وهي فريق الحوت الازرق. هنمسك بسمكه واحده واحنا بنصطاد، والمفروض ان احنا هنقع في بعض. حلوه قوي. وسافرت بقى يشوي السمكه وانا اكلها. اهم لمام، انا ما بحبش السمك المشوي بصراحه، بيعمل لي خلاص حموضة. نخلي سافرود يقليها وانا اكلها. اهم لمام، بس انا ما بحبش السمك المقلي، بيعمل لي حموضه. مش هتفرق يا سافرودي، كده انا اللي هاكلها اساسا. تاكلوا ايه وتشووا ايه؟ ممكن بعد اذنكم تركزوا معايا في المشهد. معلش يا معاذ، معلش يا معاذ، هما دايما كده. يلا كمل. نرجع لنقطتنا، المفروض ان احنا الاثنين هنمسك في سمكه واحده فهنختلف عليها. انت يا عنطور الشخص شباره اللي الشرير اللي بيحاول يوقع ما بيننا، وانت يا صفروت الشخص الجميل الكوبتان اللي بيحاول يصلح بيننا. اتفقنا. جميل، اتفقنا. خلاص حلو قوي. انا بحب اكون شرير قوي على فكره. وانا طول عمري قبطان، بس مش باين. يلا ابدا يا ماما. ابدا قولي. يلا 1 2 3 يلا. 1 2 3 اكشن. اوبا. ايه ده؟ هو في سمك النهارده ولا ايه؟ قولي بقى ان انت اللي مش عارفه تصطادي. شكلك كده انت عارفه تصطاد اساسا. انا ما بعرفش اصطاد، ده انا صياد محترف. اصبري بس هوريكي. ماشي منسوف. طب ايوه قولي يا سمك. بقول لك ايه ايوه بقول لك ايه، هو ينفع اصلا نطلع من المينا او نحرك المركب ونصطاد سمك من غير ما نروح نشوف الستينج؟ يلا بينا. يلا بينا بقى. انا سفروت. هو انا عنتور. راجعين من تاني للنور. من فيكم كان يوم يتصور اننا في المخزن هنصور؟ لسه الفن مفنن فينا، جمهورنا عمره ما نسينا. هنقلد برامجنا الحلوه وهنملى مخزننا سرور. انا سفروت. هو انا عنتور. انا دلوقتي في عالي البحار، انا معايا لسناره وسافرتي معاها لسناره. ايوه. بس المفروض دي تبقى معانا احنا مش معاكم انت. معقوله؟ ايوه. طب امسكي يا فيروزه. امسكي يا بتاعتي. ودي بقى ايه كده؟ طب هاتي في البحر. ماشي يلا. قطعي انتور السمكه هنا. يلا يا روزا ابداي انت بقى وستادي. يلا. ها ايه ده؟ مش ممكن. يلا. مش ممكن. 2 3 اكشن. ايه ده السمكه دي بتاعتي. بتاعتك ايه؟ انا اللي اصطادتها على فكره. اصطادتها منين انت بقى؟ ما هي كانت في صنارتي وانت خدتيها مني، يبقى بتاعتي. لا دي بتاعتي انا على فكره. لا على فكره دي بتاعتي انا. لا بتاعتي انا. لا بتاعتي انا. لا انا اللي اصطادتها الاول. مش يا ماما كان انا كسبت سمكه. مش يا ماما كان يا ناس. كسبت. يا عنطور انت بتعمل ايه؟ بلعب يا معاذة. تلعب معايا بالسمكه؟ العب. احنا بنمثل المشهد دلوقتي. طب يلا 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 اللي عليه الدور يقول جملته يا ناس. ما هي جملتك انت دلوقتي ودورك انت يا عنطور. بجد؟ بجد. لما اخذ انا انتمقت شويه، فكروني بجملتي كده. المفروض ان انت هتدخل وتوقع بيننا وفيروز. ايوه صح. يلا نعيد الحته دي. 1 2 3 اكشن. اتصطتها ازاي بقى؟ دي كانت في سمكتي انا. دي كانت في صنارتي انا بقى على فكره. ما هي كانت في صنارتي وانت خدتيها مني وبقت في صنارتك. يا خمار، السمكه دي في الحقيقه بتاعتي انا. ايه ده؟ ازاي بتاعتك؟ يعني دي بتاعتي انا؟ لا. ايه ده يا عنطور؟ انت كده بتبوظ المشهد. انا مش عنطور يا ابني، انا شباره انا شرير، وده دوري ان ابوظ الدنيا. المفروض تبوظ الدنيا وتوقع ما بينهم، مش تبوظ المشهد. كل واحد حر يا سفرتي يبوظ بطريقته بقى. انا هعمل السمكه دي مع صينيه بطاطس
وهتبقى تحفة يا ناس. الله بحبها. لا لا طبعا السمكة دي عهدة في القناة، اكسسوار المشهد. لا السمكة دي بتاعتي انا. بقول لك ايه، ما تقولش سمكة دي بس سرياية اساسا. لا مش عاجبك السمكة يبقى تسيبها لنا بقى. لا السمكة دي بتاعتي انا. لا دي سمكة. 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 خلاص خلاص خدها خدها بس بطلوا خناق. دي اصلا بتاعت المشهد، ما ينفعش ناخدها يا عنتور وانت كده بوظت المشهد. خلينا يلا نمثل بجد. طب اتفضلوا. ها احنا مش عارفين ايه اللي حصل يا معاذ. ايه اللي حصل يا معاذ؟ السمكه نطت في الميه ولا عملت ايه؟ السمكه نطت في الميه، كل ده بسبب ان عنتور ماسكها مش مخليني اخدها واحطها في الطبق. مش مشكله، احنا نطلب اكله سمكه تلفري وخلاص. ودلوقتي عايزين اصحابنا بقى يشاركونا ويتصلوا بينا ونقول لهم ارقام التواصل بتاعتنا هي 00966-1122-579. وتقدروا كمان تشاركونا على هاشتاج البرنامج في المخزن. وايه رايكم في المشهد اللي احنا عملناه كل اصدقائنا مع الراجل الصغير اللي واقف جنبي ده؟